رح ننتقل لخبر مختلف من السينما للموسيقى، والخبر الثالث هو فني بعيد عن السينما من الأردن مع أحد أبرز وأشهر الفنانين الأردنيين طارق الناصر وفرقته الموسيقية. قدموا حفلة استثنائية داخل أقدم وأشهر المعابد التاريخية، هو معلم بترا، هالمعلم التاريخي يلي يعود عمره لـ2000 سنة. حضر الحفلة المئات من الأجانب والعرب واللي حضروا خصيصا لمشاهدة هالعمل هالكونسرت يلي هو موجود داخل بترا ومع الشموع. لنشوف أكثر تفاصيل العمل ومقابلة مع طارق رح نشوفهم بهالتقرير. الحلو في طارق الناصر انه بيجمع بين الموسيقى الكلاسيكيه، موسيقى الذواقه، وبين الموسيقى الشعبيه، الموسيقى اللي بيفهمها كل الناس. انا ضاعفت العدد يعني، وهذا هو زي مفهوم الاوركسترا زمان. يعني هي ليش كبرت الاوركسترا بهذا الحجم صارت؟ لأنه ما كان في ميكروفونات وكان بدهم يسمعوا إشي كبير، فما كان في حل غير إنه بدل الفايلين يجيبوا 20 وبدل الفيولاز يجيبوا 8 أو 10 وستة تشيلوز وستة دبل بيس وستة براس. فهي صار في مش حكاية إنه الكوانتيتي، بس صار في عدد.